وكاد ما ينطيك. ما ينطيني؟ والله أخذها غصبا عن خصوم. أسمع يا شيخ، أسمع منطق الشيوخ. أقول لك اشتهيني مثل ما يشتهي الرجل حرمته وتقولي لأخوي؟ انهزمي منه يا شين، انهزمي. وش البلوى اللي بليت روحي بيها؟ وكاد ما يفرقوني قبل لا يتفعطون الحلال كله. انتوش عليك يا الشيبة. خذني انت يا شيخ، العيش خدامة تحت رجولك. شلون اخذك وانت طليبة ورد؟ وش اقوله؟ لله، لا هي خيتي، وانا بعد من ولد الشيخ. شوف الجرادين حولك، دول ربعك. الهون ما خذهم الشيخ فراج بالحيلة، ما بي قدامنا غير الرحيل. انطيتش للشيخ فراج حيلة له على سنة الله ورسوله، بكيفك او غصب عنك. القوة. هلا. زين لقيتكم. قضبتوا للمزيون، عافية عليكم. هنا الحريم هو يحب انه للمزيون لأنه مزيون. زينة رجال أفعالها، وزينة الحريم أشكالها. الحريم ما تفتهم هذا الهرج. وش تفتهم الحريم؟ أنا سولف الهرج هرج العيون. بحر شلون عيون المزيون تسولف من روحها، ما هي مثل عيونك. وش تقصد يا ولد؟ عيوني ما يعجبنك؟ لا بلعون يعجبني. أنا سولفك وعلمك شلون تفتهم الحريم. أنت وش كنت تقصد حين قلت أن عيوني سولف من روحي؟ أقصد يوم تبحر الحرمة بعيونه صيبه بال، تقول عيونه تسولف شعر. ما اسمعها نسولف. الحريم يسمعنها. يا حيف عرجال. وش قلت؟ أقول يا حيف عرجال. مش تقصد؟ أقصد ما بيكم أحد يقدر ينازلني. متسلحين بكثرتكم قبل بواريدكم، وإن كان بيكم رجل واحد يقدر ينازلني خله ينازل من راسي لراسه. تقصد نتصارع؟ إيه هذا اللي أقصده. متخسى تقدر تصرع واحد منا يا الردي يا راعي عيون الحريم. يا راعي عيون الحريم. زين، إن كنت رجل خلنا نتصارع. رجل غصب عن لحيتك يا الصقيطة، صارعك وابطحك واربض فوق صدرك بعد. فوقنا من السوايف الهاملة. ترجاك يا عذنان، خلنا ابطحه وافرك خشومه بالتراب. خلنا قرطه عند بدر قبل ما تغيب الشمس وناخذ كروتنا. رجاك محيرك. عذب الله شطار رجيم، يا رجل اخاف يبطحك. هذا الحسين يبطحني؟ يشهد الله لو بطحني لنطيك كروتي كلها وما اريد منها شيء. زين تباطح. تريدين شيء؟ لله ما اريد شيء، تسلم. Thank you.
كنت أدري إن ما بيكم أحد يقدر ينازلني. مير متخبيين ورا بواريدكم وما تعرفون غير الغدر. دونك يا شبرية قط لسان. اضرب. ما احب الافطاح وما احب اللي يطبطحون بعد. قلت لك قنباط ما اقدر. تقدر فارس ما حد يقدر يقعد. اضمهم اضمهم وقلتك على الهيئة تقدر. شوف الشمال ينفضح الفارس. والله إن ما نزلت باروتك لخلي الطلق يفجر راسك. يلا يا حرمة قطري من هال. الظاهر إنك ما تسمع الكلام زين. خلهم ينزلوا بواريدهم. نزلت وياه نزلت وياه. علامك تبحر. قم لم البواريد. ردت لي الروح يوم شميت التراب شديرتي. يا أخوي
قم لاجل تريح. أساعدك؟ مكثورة الخير. شفت يا عفنان؟ شفت شلون يسولف معها بعيونه؟ عيون؟ احنا الحين بعيونه ولا بالبلوى السوداء اللي وقعنا بيها؟ سد ضمك ولا تسولف سوالف كذا؟ سد ضمك! يا بلعون انه صحي. يا رجل قلت لك سد ضمك. سد ضمك! ولا هل تاليها؟ هل تاليها؟ حرمة قدس خالد قطرني. يصير؟ وبشرك يا اخوي. الحمد لله ابوي رحمه الله عليه ذمته بريه وما حد يريد منه شيء. الحمد لله. لا وزيدك من الشعر بيت. له دينا ذمه رجلين. وهذا السداد. ايه حمد الله بسلامتك يا اخوي. حمد الله بسلامتك. الله يسلمك. اقول يا متعب. ايه نهد لي الشوق خلنا نسلم عليه. الشوق ما هي بلا محرم. لا عاد وين؟ مد رجولك انت وياه. اقول مد رجولك. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك. من الضيفة؟ سلم على عمتك الشوق حرمتي. هلا بعمتي. وبيك ولدي سلام. هلا بيك. هرعي المحرم قدامك. تفضل. أتي رخص. تفضل يابا. تفضل تريح. تقهوى يابا. عشت. ايش ترى يا متعب الشوق اختي مثل ما هي اختك وانا ما نوافق على هالزواج. وانا اخوك الكبير يا عقاب وندرى بصالحها منك. الشيخ فراج شيخ مشايخ ونسبه يشرف. لكن يا اخوي الرجل عجوز وش دبى الشوق تاخذ رجل كبر ابوها. النصيب يا اخوي النصيب. يا رماح رجال عاودوا لله يا طويل العمر وكاد انهم استطولوا المسافه وعاودوا للخبر. زين لكن خلي في بالك يا متعب انا ما انا موافق على هالزواج. ما قدرت اختلي بيه. متعبي لازم وتقل ظل. لا تقول متعب. لا تقول متعب. قيل الجرات. لزومنا على المعقاب ونحذره منه. يبو رعد. حنا وش صبرنا عليه؟ الجرادين اللي كانوا حوله ذبحوا بعض. وما ظل احد يحميه.
ايش قلت يا ابو رعد؟ اخاف ان حاوطناه يذون احد. ما الحيله يا عناد؟ ما الحيله؟ علامك جفلتي. لا، لكن ماني متعودة رجل غريب يدخل علي المحرم. غريب يا شوق، انت حرمتي على سنة الله ورسوله. ها، وش القالة؟ تاهين؟ لا، لكن اريد اترخص منك، اريد اقعد من روحي، ماني متعودة على المكان والديرة. زين شوق، زين، مثل ما تريدي. تسلم. جوز البنية تحسبني تزوجتها لأجل أنطيها الورد. عودة، شلون تحسبني من الرجال اللي خالفون شرع الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يمكن حقوتي لبنية على خاطر الورد. علامتش يا شوق، ليه تنهزمين من الشيخ فراج؟ الرجل تزوجت على سنة الله ورسوله. آخ، ما أدري ما أدري. أقول يا الأخو، أشوف جسمك أكثر من جرح، خير؟ وش السالفة؟ الحمد لله كل شيء. وش أساوي؟ هذا نصيبي. أعلمش بسالفتي بعدين، المهمة الحين يشهد الله أن معروفك برقبتي ما ينسد. يا حياك الله. زين، تريح الحين وخلني أشوف الجرادين البهايم. لا بالله، أمشي معك. زين. يا حرمة، احنا وش سوينا لك حتى تسوين بينا هيك؟ انتو جرادين صحيح؟ صحيح. والخلق اللي تقطعوا سبيلهم وتنهبوا مالهم وتذبحوهم، وش ذنبهم؟ ما ذنبهم شيء، مير هذا سوات الجرادين، الذبح والنهب. وانا بعد ابوك خيلكم وبواريدكم واذبحكم بلي سبب. زين، اريد ناكل قبل لا تذبحينا. قدامك تراب تدفلقوا. ايه، وش عليه يا المزيون؟
وش هنك؟ ترى نقدر أسرعك وأبطحك بعد. مرفقني وانت شوف. ليد ماري جوبالت سلم علي. جوبالت عقاب سمي الغالي سمى الله عدوه. أريد تبات يم الليلة الساعة المباركة. وليه يبات يمك يا أبو رعد؟ أريد أتعلل معه، أسأل عن العربان اللي زارهم، عن أصحاب لي فيها شيء هذه؟ إلا وفيها شيء، لكن أنا أقول تعلل معه هان، ونريد تبات تبات هان. البيت كبير، أنا بعد أريد أسولف معك. عشت. بسم الله. قهوتين دائمة. يا حياك الله. أقول يا خي، بلعون دينك برقبتي ما ينسد، وبعون الله من سابت. أنا ما سويت معك معروف، أنا كنت أريد أشفي غليلي من الجرادين، هذا حالي من مدة، والجراد اللي أشوفه بالخلا أذبحه وأبوق ماله. وكانت سلفتهم شينا معك. سلفتهم معي ما تتسولف. سوط الله وجههم، الله يخلصنا منهم ويخلص العرب من شرورهم. الله يهداك يلاقي الخير. الجرادين ما يخلصوا من العربان إلا يوم تخلص العربان. وش تقصدي؟ أقصد ما نخلص من الذيب دام بي حلال. الجرادين اللي تشوفهم بالخلا ما هم ساس البلا، ساس البلا جرادين ما يلبسوا ثياب الجرادين. الجراد اللي يخوف، اللي يساوي روحه دوي، يساوي روحه شيخ مثل بدر، نعنة الله عليه، وكاد أشرب من دمه. وش عرب الشيخ منازل؟ وش علمه؟ والله يا أبو رعد الشيخ منيزل أنطاك عم ولده دحام هو الشيخ متشانه. لا 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 دايم الله كان رجل غانم وزين يا عز ما تلفي. معقول يكون ورد نفذ بجلده ومذبحه ورجال؟ صيبة لو كان بعده حي. صيبة عقاب. يعود أريد أختي لي بيك بيه علومة تهد جبال. أوه ده تهد جبال؟ إيه لما التقي بيك أقول لك. الحقني مش الجانات. برخص منك يا شيخ. Thank you.
الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما في رجل يراود أخته يا عقاب. وش اللي تقوله يا براد؟ أشوق سولفت السالفة لصحبتها الحنين وللشيخ فراج بعد. دخلت عليه إدخالة لأجل يفكها اللي يسمي روحه أمتين. أوه ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشوق انذبح زوجها بيوم عرسها، وبعده أبوي مات مذبوح وأنا غايب عنها وكاد إنها تهوجس. يا الربع، أنا كنت حاضر يوم أبوي رحمة الله عليه توكد من متها 100%، وصبعه المقطوع والمقلدة وسوارة أمي رحمة الله عليها. هذه حجتي يا الربع. وش حجتكم؟ وربعها الجرادين اللي لفوا الديرة وقلبوها على روسنا. وإن كان متعب جاب الجرادين، أبوي رحمة الله عليه قبلها سواها وجاب حابس ورجاله لجل يحموه ويحموا الديرة كلها. وحابس ورجاله جرادين. ليه رفض ينطيها الورد؟ ليه؟ أجل كان يريد روحه. كان كلامك صحيح. ليه وافق لبوي ينطيها الراشد؟ الربع، أنا عارف المتعب ربا بين الجرادين وطباعه من طباع الجرادين، يبوق ويقتل ويقطع الطريق، لكنه أخوي ابن أمي وأبوي، وكاد الزمان غير طباعه. زين يا ورد، ما علمتني وش اللي صار معك. يا خيمة ودي اغثك، خليك باللي انت بيه. قول، خلنا نسولف. زين، اقعدي. عقاب صباح الخير. الله لا يصبحك بالخير يا بدر. وش تسوي؟ وش اسوي؟ والله ما اسوي شيء، لان نلعب لعبه الجرادين. جرادين اللي تاكلك ان شاء الله. اقول اقلب وجهك، خذ الحلال ورده الماء بساعه. ساعه تامر يا عم تامر. يا الله يا تخيل. هذه سالفتي كلها مع بدر من يوم ما هجيت من ديرتي للحين. والله يا بدر تقدر على فعول، لكن وش أقول، أنا ساس البلا واستاهل كل اللي يصير لي. أنت شلون يا خيم؟
العرب كانت تقول الخطأ ما يتصلح بالخطأ، وأنا أردت أصلح الخطأ بالخطأ. أنا اللي شرت عليه يذبح المساكين اللي اسمه متعب لجل يعاود معهم ديرتي وينصرني على أهلي وربعي، وكاد أستاهل كل اللي يصير لي لأني خطأت. خطأت يوم حطيت يدي بيد جراد ما يعرف الله، وخطأت بالثانية يوم شرت عليه يذبح المساكين بلي ذن، والثالثة يوم شرت عليه يساوي روحه ولد الشيخ. الله من الشيطان الرجيم. الله من الشيطان الرجيم. جوك الحنين. هلا عقاب، الحمد لله بسلام. الله يسلمك. وكاد صاحبتك تطلع على بالك. اي بالله، رفيقة الدرب، الله يستر عليك. امين. قول يا الحنين. سم سم الله عدوك. تذكري يوم أبوي رح نطلع عليه طلبك ليه؟ ايه، واذكر يوم طرشت للشوق لجل تعلمني انك تراجعت عن الطلبة لانك ما تهواني. كنت مهواك. والحين أهواك. كل الخلق ضغطي، لكن سعيد الحظ اللي يتوب عن خطأ. توكل على الله. أقول عندي شور لك، وريد أشور عليك. هذا أنا أسمعك. وش رأيك تعودين معي للديرة؟ أي ديرة؟ ديرة هلي. نبني لك بيت وتعيشين به معزز مكرم، وتكونين اخت عزيزة. لله، ما اقدر اسكن مع الخلق، ولا يغمض لي جفن، ولا اتهنى بالماء والزاد قبل لا اخذ ثاري من بدر. ترى ثارنا واحد، وانا اخوك، وانا بعون الله اللي ياخذ ثارك من بدر. بالاولى انا ما ارخص لك تقوتر عني قبل لا يبرد جرح، ولا تنسى الضيف اصير المعزب. ومعز بن غانم بعد، لكن انا احس روحي زين وأقدر على السفر. والثانية أنا حالفة بالله بعالي سما، ما عاشر الخلق ولا أسكن بيوتهم قبل لأخذ ثاري من بدر. وإن كان ثارنا واحد؟ نصبر لحين يبرد جرح، وقتها يفرجها رب العباد. الليلة كدت جاه لله يا عقاب، خلنا سولف مع عناد بالأول. ما هقيت عنادي مال أشاوره بالأول. زين، ما يخاف. وتل النهي سبوكا يكفى وتل
يكفى وتلقى.